المقاومة المشتركة تقطع آخر خطوط إمداد الميليشيات في الدريهمي وتغتنم أسلحة ومعدات. أسرع العشرات من عناصر الميليشيات وأسرى حوثيون يكشفون كيف دفع بهم إلى محارق الموت. تواصل الغليان الشعبي في مختلف المحافظات لانهيار العملة الوطنية وتدهور الوضع الاقتصادي. الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بطولات عظيمة يشترحها رجال المقاومة المشتركة والقوات الحكومية وانتصارات متتالية يحققونها في مختلف الجبهات بعد أن عقدوا العزم على تطهير كامل تراب الوطن وتقليص اليمنيين من ميليشيات إرهابية عاثت فسادا في الأرض وحالت حياة اليمنيين إلى جحيم من خلال حربها العبثية التي أشعلتها وتسعى من خلالها لإيجاد مشروع طائفي دخيل على المجتمع اليمني خدمة لمشاريع خارجية. قطعت قوات المقاومة المشتركة آخر خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي الإرهابية في الدريهمي بمحافظة الحديدة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأوقعت أسرى بقبضة أبطال المقاومة. قطعت قوات المقاومة المشتركة آخر خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية في الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن وكبدتها خسائر في العدة والعتاد. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية لوكالة الثاني من ديسمبر أن وحدات من ألوية العمالقة شنت في ساعات الصباح الأول هجوما مباغتا على جيوب الحوثيين جنوب مدينة الدريهمي وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأسر عدد آخر وفرار البقية مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر. ولفت أن مدفعية المقاومة المشتركة مهدت للهجوم بدك حاميات أوكار الحوثيين كما استهدفت مخازن أسلحة وحيدتها تماما عن سياق المعركة. وأضاف الإعلام العسكري أن وحدات من العمالقة تمركزت في المواقع المحررة وقطعت آخر خطوط الإمداد التي تراهن عليها الميليشيات لتعزيز بقايا جيوبها داخل بعض أحياء مدينة الدريهمي. وكانت المقاومة المشتركة أحكمت الحصار على الميليشيات الحوثية داخل مدينة الدريهمي من مختلف الجهات مطلع الشهر الفائت وحررت أجزاء واسعة داخل المدينة وأمنت مقارا حكومية وتركت منفذا وحيدا في الجبهة الجنوبية لهرب بقايا الميليشيات وفق خطة تضمن تجنيب السكان أي خسائر. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت الأسابيع الماضية تخفيف الضغط على عناصرها في الدريهمي بفتح ثغرات في منطقة الجاح الواقعة جنوب غرب الدريهمي والتابعة لمديرية بيت الفقيه وباءت جميعها بالفشل الذريع ولقي معظم المشاركين في تلك المحاولات مصرعهم على أيادي الأبطال من حراس الجمهورية. وقد كشف أسرى حوثيون وقعوا في قبضة أبطال المقاومة المشتركة كيف يتم التغرير عليهم من قبل قيادات الميليشيات بعد أخذهم عدة دورات طائفية قبل الدفع بهم إلى محارق الموت خدمة لمشاريع خارجية. أنا محمد عبد الرحمن أحمد الغزي من محافظة حجة. توني الحظ ترى أنا أخذت دورة معهم في عند مصنع سمن الصابون وبعدها دخلني لها من قبل يومين قبل ما أسر بيومين دخل. أخذنا هنا قافل معهم قرروا بنا وقالوا إن أمريكا في تعز وأساف ثم لا هذا معهم لا حاجة بيعملونا المقاومة والشرعية بيعملونا مع الملاحظة ضخمة وذا ومحترمين بيحترمونا الحمد لله. أنا قاتل أنا لو ما شفت إنهم من أبناء تعز وصوات إنهم من أبناء يمني وكلام يمني سلمت نفسي ويقولون أنا قاتل منهم سودانيين يقولوا انهم اماراتيين وانهم ذوهم لا باماراتي ولا شيء وذانا الحمد لله ان انا شفت بعيني لو ما حتى اوصل لهذه المنطقه ولا بلا امريكي ولا اسرائيل وانصح ان انصح اخواني الذين عادوا ما قدم طلقوا مع الحويضه انصحهم لا يتحركوا من 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 ذا
مساحة من لا حد يتحرك إن يكونوا يشوفوا ما كلام لا تصدقوا كلام إن من أخواننا إن كلهم أبناء تعز ولا من أبناء غير أمريكي ولا إسرائيلي. اسمي أحمد محمد عمر الصغير عمر السلام محافظ الحجة مش غادر السلام. أخذنا مثلا أخذنا دورة 15 أيام جنب إخوان الصمن والصابون. جابونا من الدورة قاعدة في تعز الجهة الوزعية. ما مش لا أمريكا ولا أستراليا كلنا يمنيين كلنا أخوة. نصيحة إن الباقي أخوان اللي في الجبهات إنهم يسحبون من الجبهات ولا يتأخروا من شيء. إحنا يمنيين كلنا لا أمريكي ولا إسرائيلي. أخذونا المجاهدين أخذنا دورة معهم مدونا لا تعز الوازعية نقاتل معهم ورجع عشرونا المقاومة وبيتعاملوا معنا معاملة قوة. إلى ذلك غنمت المقاومة المشتركة أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية كانت تحاول التسلل بها في مزارع الجبلية في مديرية التحيتة، لكن يقظة أبطال اليمن وبخطة محكمة اغتنموا بها هذه الأسلحة. في الجبلية بمديرية التحيتة تلقت عصابات الحوثي الإجرامية ضربة نوعية بعد أن نصبت لها المقاومة المشتركة كمينا محكما، وبعد استدراج خطط له بإحكام وقعت ميليشيات الحوثي في قبضة أبطال القوات المشتركة. أسلحة وقذائف ومعدات عسكرية منها ما هو إيراني الصنع حاولت ميليشيات الحوثي الإرهابية التسلل بها لشن هجمات على منازل ومساكن المواطنين، لكن يقظة الأبطال كانت لهم بالمرصاد فباتت هذه الأسلحة غنيمة للمقاومة اليمنية المشتركة التي أعادت استخدامها في الاتجاه الصحيح ضد جماعة القدر والخيانة الحوثية. هذه أحد الغنائم الأخرى التي تم غنامها في الجبلية التحيتة من أبطال المقاومة حفظهم الله ورعاهم. هذا سلاح البيكا، هذا أربيجي صاروخ، هذا أربيجي إيراني، وهذا غلائف أربيجي حشوات، وهذه الغلائف، وهذه الغنابل الصناعة المحلية، وهذا اللو، وهذه مخازنهم وجعبهم، وهذا المحمول العجرة مع الناظور، وهذه قطع الآلي خاصتهم. يوما بعد آخر تتلقى ميليشيات الحوثي ضربات موجعة ويتم تطهير الأرض من فسادها، وهي المهمة الوطنية لأبطال اليمن. وللتعرف على المستجدات ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة شرف الشمري. شرف، ما الجديد لديك؟ شرف، هل تسمعني؟ ما الجديد لديك؟ نعم شرف. إذا في حرب بمحافظة حجة، وأصل أبطال القوات الحكومية تقدمهم في تطهير المناطق والجيوب التي لا تزال تختبئ فيها ميليشيات الحوثي، وأسقطوا صرعى وجرحى واغتنموا أسلحة وذخائر كانت بحوزة ميليشيات الحوثي الإرهابية. سيطرنا على هذا التباب ودحر الحوثيين منا عشر دواء يعني أضعف من خيط العنكبوت، ولا حكمهم لا عكر دارهم لا مران وإلى معقل الرئيسي عبد الملك الحوثي، وإن شاء الله منتصرون. الله أكبر. الله أكبر.
الحديدة ومراسلنا هناك شرف الشبري. شرف، ما الجديد لديك؟ نعم، في انتصار جديد في محافظة حجة تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على الطريق الإسفلتي الرابط بين حرض والملاحيض. جاء ذلك بمعركة خاطفة انتهت بقطع الإمدادات عن الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في العدة والعتاد ودحرها من نقاط كانت تسيطر عليها. معارك خاطفة وعمليات عسكرية نوعية تنفذها القوات الحكومية في جبهة حرض بمحافظة حجة، حيث تمت السيطرة على مواقع ونقاط الميليشيات في خط حرض الملاحيض، وهو أمر ضاعف من خسائر ميليشيات الحوثي في العدة والعتاد التي لم تجد بدا من الفرار لمن نجا منها، وهو ما دابت عليه عصابات الحوثي أمام أبطال اليمن تاركة أسلحتها وعتادها وامتعت أفرادها الشخصية. الخنادق والمتارس التي حفرتها الميليشيات أذن حوثيا لم تسلم منه حتى الأرض. هنا كان يتمركز مسلحو الحوثية ويقطعون الطريق قبل أن تصل القوات الحكومية لتطهيرها وتدحرهم منها. بعزيمة عالية وإصرار يماني لقنوا فلول الحوثي ضربات مسددة، وبات الأبطال يستعدون لتنفيذ مهام قتالية أخرى لتطهير اليمن من جماعة الغدر والخيانة الحوثية. عقد أبطال القوات الحكومية العزم على تطهير محافظة صعدة من الميليشيات الإرهابية ونزع ألغامها المزروعة في باطن الأرض وسموم فكرها التي لوثت بها عقول الأطفال والمغرر بهم ممن تدفعهم إلى محارق الموت في حربها العبثية التي أشعلتها ضد الوطن خدمة لمشاريع خارجية. باقم تلعلع في جبالها الله أكبر، وصوت الرصاص أكبر دليل على احتفال القوات الحكومية بدحر شرذمة الحوثي من جبال تمترست فيها 17 عاما مضت، ولتصبح بذلك حصون الحوثي متارسا ضده، وباتت قناصات الميليشيات وذخائرهم مسخرة لدحر ميليشيات الكانوت ليطوع رجال القوات الحكومية كل صعب منال. طبعا هذا اول فوز الحمد لله رب العالمين، هذا فوز، وهذه الذخائر سنقاتلهم مما وجدناه وراهم، وهذه ذخيرتهم الصينية، لا بد ان نشارك هؤلاء الابطال هذه الملاحم البطولية. جبال باقم بصعوبة تضاريسها تنبئ عن انتصارات كبيرة وعظيمة لا يحققها الا ابطال من نوع نادر. معارك باقم والخط الدولي الرابط بينها وبين مديرية علب شمالي محافظة صعدة حقق فيها الأبطال على مدى أسبوعين انتصارات أهمها تطهير العديد من التباب والسلاسل الجبلية باتجاه جبل المصانع وجبل الأسود، كما تم تطهير قرى آل مغرم بشكل كامل. نحن أول قناة إخبارية تصل إلى هذه المنطقة، وأول حرب يخوضها الجيش في العالم مع هذه التضاريس الصعبة، يتسلقون الجبال ولا يأبهون بها. همم لا تقل سموا عن أعالي هذه الجبال كبدت الحوثي عشرات القتلى والجرحى، بل وأصابت الحوثي في عقر داره هادمة تحصينات عمرها 17 عاما من العدائر الجمهورية، ليصبح بذلك الحوثي في مأزق عن التحشيد للذود عن حصنه الحصين، فقد فككت ألغامه ودحر ما تبقى من قواته، فشارة الرجال قد رفعت إصبعين، إما النصر وإما النصر. استدعت جماعة الحوثي عددا من قيادات الصف الأول في ميليشياتها للدفاع عن مران بمحافظة صعدة. مصادر عسكرية في القوات الحكومية ذكرت أن المدعو عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات استدعى عددا من قيادات الصف الأول للحوثيين إلى مران شمالي غربي المحافظة لإدارة عناصرهم والدفاع عن المنطقة، وعزى المصدر استدعاء الحوثي لقيادات ميدانية من الصف الأول نظرا للخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيات خلال معارك الأسبوع الماضي ولما تمثله مران من قداسة روحية للميليشيات. أشارت المصادر أيضا أن القوات الحكومية تتابع تقدمها لتحرير مواقع كانت تتمترس فيها الميليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر باهظة في العدد والعتاد.
أدى استهداف الميليشيات الحوثية للمناطق السكنية والأسواق الشعبية إلى توقف حركة البيع والشراء بالأسواق وهجرة المواطنين من مناطقهم بعد سقوط عدد من الضحايا، في ظل مطالبة الأهالي بسرعة تطهير المناطق المحيطة بمديرية حيس لتأمين المدينة وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي. هذا سوق مدينة حيس، الشارع الرئيسي التي يقع في الخطة الفديدات بعيد، كما تشاهدون معظم المحلات مغلقة. كان هذا السوق يعد بالمواطنين، وكان محل حركة مستمرة وفي زحام متواصل يعني في النهار وفي الليل، والحياة كانت طبيعية. ونتيجة حصار المدينة أصبح الوضع كما هو كما تشاهدونه، معظم المحلات مغلقة والحياة ومعظم الناس نزحوا من المدينة، وقيامهم لضرب المدينة بقذائف الهاون والهاوزر وسقوط ضحايا مدنيين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الحياة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم سرعة تأمين المدينة ببقية التحرير القرى والأرياف لتعود الناس وتعود الحياة كما كان عليه من سابق. السوق كان موجود مستحم بالسكان، والآن بسبب قصف الحوثيين ولا يتواجد أي محل مفتوح، مقفلة، أرزاق الناس توقفت. إلى ذلك تستمر معاناة أهالي حيس النازحين إلى الخوخة، حيث يعيشون أوضاعا معيشية صعبة جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية منازلهم وجعلهم يعيشون في العراء. مئات من الأسر نزحت من حيس إلى الخوخة، حيث تعاني وضعا إنسانيا صعبا للغاية بسبب انعدام جل مصادر الحياة. فالواقع هنا رغم صعوبته إلا أنه يبقى أقل خطرا من منازلهم في مدينة حيس. من شردكم؟ هاتي. من أين نازحين؟ من أي منطقة؟ لا حيس. الصبح صواريخ ما ونكسر بيوتنا كامل، حرقوا الحياة. من مدلع؟ من عند جناح حيس. حرقوا لنا بيوتنا كامل، ولا معانا حاجة أبدا. بدينا بينا مرايمة. لا معانا كثير ولا قليل، حتى ما حقنا ما تميتوا لنا يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استخدام الألغام أسلوب عدائي تستخدمه ميليشيات الظلم الحوثية ضد المدنيين الأبرياء، فالطرقات والمزارع والمنازل مكانا تتخذه العناصر لزرع الألغام والعبوات المتفجرة. ألغام كثير بيننا الله يرحمه. انت ما خلحنا شركة هنا لبلاد احنا ابدا. ما عشان تفهمون ان في اطفال ولا في مسلمين ولا في شيء، بلدون الم صغار ولم كبير. يقتلون من هنا ما عشان يقولون شيء نقتل الذي احنا حاربنا وياهم بس. قرية وقم اطفال وقم دواب وقم استهداف لكل ما هو حي في مناطق عدة في الساحل الغربي، هذا ما تقوم به جماعة الإرهاب الحوثية التي ترتكب الجرائم بحق المواطنين الأبرياء بزراعتها للألغام ذات الأصناف والأحجام المتعددة لتغتال من خلالها حياة الآلاف من الأبرياء. عمليات القصف العشوائي التي تستهدف المدنيين والتي تسببت في مقتل وجرح العشرات سياسة ممنهجة تتبعها الميليشيات الحوثية في كل منطقة تفقد السيطرة عليها ليقينها بأن عودتها إليها مستحيلة. أقدمت ميليشيات الحوثية على ملاحقة واعتقال مالكي البسطات والباعة المتجولين في صنعاء، معظمهم من الموظفين الذين قطعت مرتباتهم لأكثر من عامين. مصادر محلية مسؤولة في أمانة العاصمة أكدت أن عناصر ميليشيات الحوثي وعدد من الموظفين الموالين لها على متن عدد من الأطقم المسلحة اعتدوا على مالكي البسطات والفراشين من الباعة المتجولين على امتداد شارع ومدخل وأمام سوق منطقة السنينة في مديرية معين، واعتقلت عددا منهم. المصادر ذكرت أن ميليشيات الحوثي في مديرية معين فرضت على البساطين والفراشين الذين احتجزتهم في سجونها غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم،
بعد أن حرمتهم من لقمة العيش الأخيرة، ومعظمهم من الموظفين الذين قطعت الميليشيات مرتباتهم منذ أكثر من عامين. تأتي هذه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية ضد البساطين والفراشين من الباعة المتجولين رغم دفعهم إتاوات غير قانونية فرضتها الميليشيات عليهم، بالإضافة إلى رسوم نظافة وضرائب يدفعونها بشكل منتظم لمالكي الأسواق والجهات المختصة في المديرية التي يبيعون في نطاقها. وكانت الميليشيات الحوثية هدمت السبت عددا من المحلات التجارية بما تحتويها وسط سوق شملان شمالي العاصمة صنعاء. تشهد عدد من محافظات الجمهورية تظاهرات غاضبة نتيجة انهيار سعر صرف الريال وتدهور الوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية والخدمية بشكل جنوني. قيام مدني شامل الآن في عدن كامل. شهدت معظم المحافظات الجنوبية والشرقية احتجاجات غاضبة في شوارع عدن والضالع ولحج وشبوة وسيئون والمكلا وأبين، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل أحد المواطنين في إطلاق نار خلال مظاهرة خرجت في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع والتي قطع المتظاهرون فيها الطرق الرئيسية، وسط ترديد شعارات غاضبة تطالب بإيجاد حلول فورية لانهيار العملة. وشلت المظاهرة مدينة عدن حيث قطع المحتجون الشوارع الرئيسية وأغلقت المحال أبوابها في مشهد صيان مدني. أما محافظة لحج فتشهد الحوطة والمسيمير ومنطقة العند مظاهرات احتجاجية وعصيانا مدني. أبين هي الأخرى شهدت مسيرات غاضبة جابت شوارع مدينة زنجبار وأغلقت المحال التجارية أبوابها. الاحتجاجات عمت ربوع اليمن لكنها صامتة في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي رصد أنها تحاصر عملية بيع وشراء العملة الصعبة، بل واستعاضت عن ملاحقة الصرافين وإقفال محلاتهم بفتح محال صرافة خاصة بالميليشيات لغرض التحكم في سعر العملة الصعبة واحتكارها في الأسواق. انعكاسات على الواقع المعيشي تعيشها كافة محافظات اليمن جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار العملة الصعبة، والذي لمس المواطنون آثارها في كافة السلع الغذائية الأساسية. كما يرى مراقبون أن أسعار هذه المواد لن تشهد استقرارا في الوقت الراهن، فالمعالجات الاقتصادية ما تزال غائبة. وتجدر الإشارة بالذكر إلى أن المواطن اليمني يعاني من انخفاض في مستوى الدخل العام نتيجة تدهور العملة الوطنية، كما يعاني أكثر من مليون موظف يمني من انقطاع الرواتب لعامين مضت، وهذا ما ينذر بكوارث اقتصادية ومجاعة كما يرى محللون. مستمرة النشرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. تدهور شديد للوضع الاقتصادي في اليمن جراء انهيار سعر صرف الريال وارتفاع أسعار السلع المختلفة. كشر وحجور والمناطق المحيطة بها بمحافظة حجة حياديتها وعدم انجرارها إلى الفتنة التي تساق إليها. وطالب اجتماع لعقال ومشايخ ووجهاء حجور وكشر
وبعض المناطق المحيطة بها بمحافظة حجة طالبوا جماعة الحوثي برفع ميليشياتها المسلحة من النقاط المستحدثة في عدة جهات والكف عن زراعة الألغام في المنطقة، وطالب المجتمعون بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات وتأمين الطرقات باعتبارها حقا عاما لكل المسافرين. كما دعوا المنظمات الدولية لزيارة المنطقة والاطلاع على حجم المعاناة للمواطنين عن قرب. تدهور غير مسبوق يعيشه الوضع الاقتصادي في اليمن جراء انهيار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية وارتفاع سعر السلع الغذائية والتموينية بشكل جنوني، فأقم من معاناة اليمنيين في ظل استمرار الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. ها هو الاقتصاد اليمني يصاب بالمرض العضال جراء الحرب العبثية منذ أكثر من 3 سنوات، ليكون هو أول ضحايا هذه الحرب التي أتت على كل شيء. فمنذ ذلك الحين والريال ينتابه الهزل حتى أصبح لم يعد قادرا على الصمود أمام سطوة الدولار الأمريكي والريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل انهياره أمام الدولار ابتداء من 215 ريالا حتى تجاوز حاجز 620 ريالا والريال السعودي 160 ريالا. وانعكس استمرار هبوط الريال سلبا على الحالة المعيشية للمواطنين الذين أصبحوا يواجهون يوميا تقلبات مخيفة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث ارتفعت أسعار السلع على مستويات قياسية وغير مسبوقة لأكثر من 300%، وصلت أسعار الخضروات إلى 150%، فيما ارتفعت قيمة سعيرة الدجاج إلى قرابة 2000 ريال والكيلو اللحم 5000 ريال، وارتفع سعر كيس الدقيق 50 كيلو جرام إلى 14500 ريال، والأرز الديوان 50 كيلو إلى 40000 ريال، وكيس السكر السعيدة 50 كيلو إلى 15000 ريال، وجالون الزيت 5 لتر إلى 4500 ريال، وكرتون الصلصة إلى 1800 ريال، والعلبة الفاصوليا إلى 210 ريال، مما زاد الأعباء على كواهي الأسر اليمنية التي تعيش أغلبها في ظروف اقتصادية صعبة للغاية وصلت إلى حد المجاعة، خاصة مع انعدام مصادر الدخل وانقطاع المرتبات على الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين. إلى ذلك أكد محللون ومراقبون مختصون في الشؤون الاقتصادية أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي في اليمن بشكل عام يندر بكارثة اقتصادية واجتماعية وانفجار شعبي كبير لن يقف في طريقه أحدا، خصوصا مع استمرار الحرب، وطالبين الأطراف المتحاربة إلى تحييد العملة الوطنية والاقتصاد الوطني من صراعتهم التي أكتوى بنيرانها وألقت بظلالها على كاهل الشعب اليمني دون استثناء. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. المقاومة المشتركة تقطع آخر خطوط إمداد الميليشيات في الدرهمي وتغتنم أسلحة ومعدات. مصرع العشرات من عناصر الميليشيات وأسرى حوثيون يكشفون كيف دفع بهم إلى محارق الموت. تواصل الغليان الشعبي في مختلف المحافظات لانهيار العملة الوطنية وتدهور الوضع الاقتصادي. لقاؤنا على خير في أمان الله.